اتفقنا انه رح نلتقى الساعه 1 ونروح. عقد الجازي. هون ملعب كرة السلة تبعنا، بتحبي السلة؟ مو كتير. وانا بس انت حامل كرة سلة. اخي بده هيك واصر علي، اجيت معه. اهلين. تأخرت عليكي؟ لا انا هلا اجيت، بس كبعد لازم روح فورا لانه عندي شغل كتير لازم اعمله. شو العمل؟ في كتير اشياء لازم تعمليها كمان. شو اللي مخليك متشائم وحياتك ماشية ومو مطولة تتجوز؟ ما في بالدنيا بيوتر الرجل قد ما بيوتر الزواج، بتعرف هالشي؟ لا والله ما بعرف. عم تتمسخر؟ انت متخلص من هالشي. بابا انا عندي رفيق بيشتغل بالاذاعة وصار لي فترة بلتقي انا وياه. صادق بيك رايح هلا وانت صار لازم تروحي، مو هيك؟ بدي روح بدون ما تحكي. امتى؟ ما بعرف، ما حكيت مع فرات بيك لسه. فرات بيك ما في داعي تحكي معه، هو بيعرف انك رايحه. هذا الوضع ما عاد ينطق بنوب، هي المره بلشت توترني. شفتي مقوطعها؟ مين هي حتى تقلع قيلولي من البيت؟ برافو عليكي، اللي عملتيه بهالفتره القصيره ما حدا فينه يساوي. ولو اهلا وسهلا ست عايدة، نحن سعيدين كتير ان قدرنا نخدمك. كنت رح انسى بطاقة الدعوة، منشوفك بالحفلة. شكرا كتير الك، اكيد رح اجي مشان شوف فستان العرس عليكي وارتاح. خاطرك. اهلا. يعني عم تقرطي بأظافيرك وتطلعي بطرف عينك. لما كنت صغيرة وتكوني بدك شوكولا مثلا بتضلي ساعة لتقولي انه بدك شوكولا. بابا بدي شوكولا. شوكولا. شو عم تقولي حبيبتي؟ شوكولا بابا. يلا قولي شو عندك. الحقيقة ما بعرف شو بدي قلك، بس الاخت عايدة هي مو مشكلة الي، هي مشكلة النا كلنا. بس جيت عايدة ما رح تغير شي بالبيت ابدا، نحنا في عنا نظام وعايدة بتعرف هالشي. اصلا انا بعرف ليش بدك تتجوز. ليش بدي اتجوز؟ لانك تعبت وانت عم تهتم باربع مجانين مثلنا. على الاقل عرفانين حالكم. بابا الاخت عايدة ما رح تكون هيك، وانت بتعرف هالشي، ونحن لحد اليوم منسجمين مع قراراتك كلها. قلتي لي منسجمين؟ بدك يعني صدق؟ طيب يعني بالاخير كان في شوية اغلاط وغلطنا، بس بالنهاية عملنا كل شي ونحن بنعرف شو رح يصيبنا. انت ابونا وممكن انه نزعل منك، بس ما ممكن انه نكرهك. بس الاخت عايدة عم تفهمني؟ اليوم سمعتها وهي عم تحكي مع ايلول. بابا بده يحكي معك. بده يعني؟ ايه انا اتصلت فيه وقلت له انك رايحه.
بس يا نانس. مري فرادتك. مرحبا إلي. أنت رايحة؟ ناس خبرتني بالقصة، بترجاكي ضلي بالبيت لحتى أرجع إذا سمحتي. إلي ألو. طيب فرادتك، بس أنا بعد شوي. بعرف، بس إذا بتريد استنيني. تمام؟ تمام. شكرا. رح نشرب نخب أحلى عايدة. صحتك. شكرا. بكرة مثل هالساعة بتكوني عم تشرب الشمبانيا مع جوزك. لهلأ ماني قدران أصدق، كل شي صار بسرعة كبيرة. أنا بحياتي ما شفت هيك سرعة. ضل توقيع واحد وبس. مو واحد، أربعة. أربعة؟ لكن كيف سلسلتي الشهود؟ تعرفي إني نسيت قصة الشهود يا. اهدي حبيبتي، لا تشغلي بالك، من الموجودين ممكن ناخذ الشهود، يعني ما في داعي نكبر القصة. ممكن تكوني شاهدة معي حبيبتي رزان؟ طبعا، وإلي السلف. حلو كتير، واحتمال كبير انه يكون مؤيد شاهد فرات. بنتك معصب كتير. شوف، عندي إلك عرض عظيم. على كل حال انت بعدك ما جبت شاهد، وانا هلا رح كون شاهد على زواجك، وانت بتكون شاهد على طلاقي. بدك عيد الحكي بالاول؟ كأنك ما سمعتني. الو فراس. الو الو. وين انت؟ لانه مو واضح صوتك. شو عم تعملي عايدة؟ سهرانين انا ورزان. بدي مر لعندك بهالوقت. ممكن؟ مثل ما بدك. بانتظارك حبيبي. تمام، نص ساعة وبكون عندك. تمام، لا تتأخر. ماشي. فرات، فيك شي؟ رايح. رح يجي لهون فرات؟ ايه. معناتها رزان لازم تمشي. لا مو مشكلة حبيبتي، عندكم أحاديث لازم تحكوها لحالكم، مو حلو يضلني قاعدة واتسمع عليكم. بعدين هذا فرات بيستحي من خياله. طيب رح جهز حالي لبين ما يوصل. ماشي. لك بنتي على الأقل اشربي قهوتك. شو فرات هيك يتأخر؟ تسلمي يا خالي آسيا، أساسا رح نحكي كلمتين وبس. بس قبل ما يجي بابا ما في طلع من هون. أعمل لك كاسة شاي؟ تسلمي. إذا بدك أنا بقرأ لك حكاية هي المرة، أنت بتنامي. تقبري قلبي. بس يجي بابا بدي أمشي لحتى ما أتأخر. أهلين حبيبي. أهلين عايدة. لما اتصلت كنا عم نحكي عن الشيء اللي عم نمر فيه. عن شو؟ عن التوتر. وكنت عم أقول لحالي يا ترى ليش إيدي ورجلي عم ترجف. باين عليك متضايق كتير، مشان هيك ارتاح شوي. رح أتركك دقيقتين لحالك وارجع بعد شوي.
بيقولوا اني شوفت فستان العرس قبل الزواج ما بيجي بالحظ، بس مو قدراني اتحمل. قلي شو رأيك فيه؟ حلو كتير. باين عليك كتير متوتر، صاير شي؟ ايه، كل شي عم يجي دفعة واحدة، مرض بابا، وضع مؤيد ورجاء، تدريب غادة، وضع ناس، كل شي عن قريب رح يتصلح. انا رح رتب الامور، وعد. مسألة عقد الزواج اجت بوقت مكركب، حاسس حالي فراد. ما كترت الدعوات صدقني، بس الناس المقربين والاقارب. اهدى شوي بترجاك. عايدة، لازم نأجل عقد الزواج. شو؟ عايدة، مع كل المشاكل اللي تراكمت فوق راسي مستحيل اني اقدر اتزوج. هذا الشيء مو معقول. عايدة، انا بعتذر منك. اهلا وسهلا فراد بيك. شو صاير؟ ما بعرف. هاي الويسكي معلم. شكرا. صحة وهنا. شو في مؤيد؟ بس ما يكون في اخبار سيئة. ما في اخبار سيئة بس. حب تشرب شي فراد بيك؟ جيب لي شي اشربه. امرك. بس بسرعة. حاضر. كأني عرفت شبك. كاتب الكتاب تعسر. مو هيك، بس أجلناه. يعني أنت أجلته؟ ليش بس؟ يا أخي يا فرار، لو كنت قلت لي من الأول كانت البنت هلأ خلصنا مؤيد. بعرف بعرف. ما بعرف ماما، قال خلينا نأجل. هذا كل شيء. لا، ما حكينا بشيء ثاني. ما بعرف شو رح يصير كمان. لا، ما بعرف ماما، ما بعرف. عصفورة. ما رح تمر علي؟ يا اخي لا تلعب بالناي، هذا العمورة. اترك الناي. طولي بالك ايلول، ما دام قال رح يجي رح يجي. بعرف رح يجي، بس ما رح ضل، هذا مستحيل. رح روح في مكان الوقت. رح يكونوا مبسوطين كتير اذا كنا معهم بالعرس. ليك 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 على الحكي. كنت دائما تقول ما اجا ولا رح يجي، هاي اجا. والله كرت هالدعوة مرتب كتير ببيض الوجه. صحيح، اي ما بيكون اسمي لوانت اذا كان اخي له اي علاقة بكروت الدعوة. اي ساعة الموعد بكرة؟ الساعة 7 المساء. ايه خير ان شاء الله خير. على كل حال انا مبسوط الكم رح تلتموا. وافردها بقى، شو انت رايح على عرس ولا على جنازة؟ لا تقول هالحكي بابا. يلا يلا فريد وشك ومفتاح الباب.
اها سيد العريس، شي حلو كتير اني اشوفك هون قبل حفلة العرس، وهيك رح نبارك لك سلام. ليش ما جبت العروس معك؟ فرات شو في يا ابني؟ بابا نحن اجرنا العرس. حيرتني بأمرك. رزان كيف عايدة؟ ما بعرف ظن منيحة. ليش ما كنتي عندها اليوم؟ أبدا، فرات كان بده يشوفها اليوم منشان هيك تركتها، وقلت خلي العرسان يلتقوا مع بعضهم قبل العرس. ما في عرس يا رزان. فرات كان عندي بشوي وأجل العرس. شو يعني أجل العرس؟ شو اللي صاير بيناتهم؟ ما بعرف. أنت ما سألته ليش هيك عم يعمل؟ أوف والله عايدة تعبت كتير. طيب مؤيد حاكيك بعدين، هلأ لازم نشوف عايدة. ماشي مع السلامة. عفوا لحسابي إذا بتريد. بعتذر منك كتير بس لازم روح هلأ، في مشكلة ولازم حلها. ما في مشكلة، روحي. عم انتظر تصير مشكلة مشان نقوم، لأني مليت منك كتير. بالله والله. خلصينا بقى. شو رأيكم نشرب قهوة؟ فراس من لما جيت عم بسألك، وكل ما رجعت وفتحت الموضوع بتهرب بعيونك للجهة الثانية من جديد. شو القصة؟ كان راسي مشوش بابا. بعتذر. فهمت فهمت، بس خلصنا. انت اتخذت قرارك ولازم تتجاوز كل شيء وما تفكر. لا تتعب بالك اذا مقتنع بالشيء اللي عملته. يلي صار فضيحه كبيره. لا مو فضيحه، يلي صار صار وانتهى الامر. يلا قوم، ما في فائده من قعدتك هون مثل يلي ملاته مرت ابوك. يلا قوم روح لاولادك. يلا أعصابك. شو هاد؟ يانسون بريحك. والمعزوم شو رح يقولوا عنا؟ لا تفكري فيهم هلا، أنا بكره بتصل فيهم واحد واحد. شو رح تقولي له؟ ما بعرف بس أكيد رح لاقي حد. شو اللي عملته ليعمل معي هيك؟ شو ذنبي؟ شو؟ الحمد لله على السلامة فرات بيه. الله يسلمك. إن شاء الله ما في شيء زعجك. لا أبدا. لا. ناموا الأولاد؟ لا لسه ما ناموا. قالوا لي عم تستناك لتجي. طيب، خليها تلحقني على المكتب. يلا رح نادي لها. عايدة، سبي هاد وانسى اللي صار بقى.
كيف بدي انسى يا رزق؟ فستان العرس الظاهر ما بيلبق لي. لا تقولي هيك عايدة، بالعكس طالعة مثل الملاك، شكلك بجنن. صرت بجنن، جنن كتير، جنن مو هيك؟ عايدة اهدي، فستان عرسي ابيض حلو كتير، شوفي قديش حلو. وهيك ما عاد حلو، مو حلو. بكفي عايدة، بكفي عايدة حبيبتي، ادي هون اهدي. ليش اهدي؟ مساء الخير. اهلين ايلول، تفضلي علي. في شيء؟ غير كل شيء حتى الغلو. أجلنا العرس. ليش؟ هذا اللي صار سبب الظروف الجديدة، كان لازم يصير هيك مشان الكل. فهمت. يعني بتمنى انك تضلي معنا مدة اطول، هذا اذا كان الامر ما بيزعجك. لا طبعا اكيد رح ابقى. كنت متأكد انه انت رح تفهميني. شكرا. الاولاد بغرفهم؟ اي نعم. فيك تقولي لست اشياء انه يجتمعوا كلهم بالصالون؟ حاضر. فرات بيك، الان سعيدة بخير؟ اي نعم بخير. يا اولاد ابو كان عم يستناكم بالصالون هلا، وين اخذكم غاده؟ حلو يجي فورا. شو بك؟ شو بني؟ قصدي شو رايك؟ مشان شو بده يعني؟ اكيد مشان العرس. وشو يعني؟ مشان جهز اواعي العرس. ممكن. قلتك عايده هون؟ ما كان بابا نادى. صح. وهلا شو رح نعمل؟ بلا ما نطلع، من قلنا انه مرضانين. برافو، مفكر بابا حيصدق؟ طيب شو نعمل؟ مثل العادة رح نطلع لفوق وناكل بهدلة، وبكره الصبح رح نصحى وكأنه شي ما صار، وهي القصة وما فيها. لك هنقوم، ليش قاعد؟ أحبائي الحضور، أحبكم كثيرا، أهلا وسهلا بكم في برنامجي. ايه كم هذا بغيض. حسنا، بل هو جميل لاننا نلتقي معا وجها لوجه في هذا البرنامج الجميل. احبائي المستمعين. هذا خير. شو بدك؟ شو اللي عم تعملي انت؟ شو دخلك؟ طيب طيب لا تعصبي، بس حبيت اقول لك انه بابا بديانا. طيب طيب قولي شو بديانا. والله ما بتوقع انه بديانا بشي جديد. بابا انا اجيت. اها تعالوا يا اولاد.
ما راح يصير عرس بكرة. أبدنا قررنا أنه نأجل الزواج شوي، بس بدي أشكر أيلول لأنها قبلت تمدد إقامتها معنا شوي. يعيش بابا. بس بابا ليش؟ يعني ظروف، وهاد بيصير كتير بيصير. يلا يا بنات يلا كل وحدة على تختها، انتبهوا لي منيح. بكرة الصبح الفايقة من الساعة 7، ويلي بتتأخر عني ما رح اخدها. الآن سمروة مفكري حالة اليوم بابا المدير. صحيح، وأنا خايفة كتير منه لأنه بيجوز يعاقبنا عقاب شديد. خدي. يلا يا بنات خلينا ناخدها بجد هلا. نحن بدنا نقعد من شان نخطط، وانت اللي هب اخد عقلكم. خدي. وكل الأمور مسخرة عندكم وبس؟ نخطط؟ بكفي انت اللي عم تخططي. بدكم نروح بكرة نطلع أبو زينة من المشفى. ايلول. بس مع مين بدنا نروح؟ ايلول اتأخرت كتير. الو وينك يا هربانة؟ وين انتي؟ مروة ما فيني اجي اليوم، الاوضاع هون مخربطة. ومشان المشفى ما رح نروح؟ تركت البيت صعبة. لك بنتي شو اللي صار لحتى مهتمة كل الاهتمام؟ فرات بيك اجل العرس. شو؟ هذا اللي صار. شو بها شو صار؟ خلط شو صار؟ ايه ما في شي. يلا كل وحدة على تختها. ليلا شو في؟ ليلا مين شو؟ لك وين بحكي؟ يا الله من هالبنت ما اغلظها. ليش طلعت لبرا؟ جدبة الله يعينها. اسمعي لك اختي، انا متأكدة انه فرات اجل زواجه من شانك. بلا جنان مروة. طيب انا مجنونة. وانت يا ايلول العائلة فهميني ليش اجل فرات عرسه؟ شو بيعرفني ليش اجله؟ انا بعرف انه طلب مني ابقى بالبيت. وافقت، مشان هيك ما رح روح معكم بكرة. بس اذا صار معكم شي خبروني، مفهوم؟ تمام يا ايلول. وسلمي حبيبتي على العم فرات وقلي له اني زعلت كتير من شانه. نعيما. شو ليش واقفة هون؟ عم تراقبيني؟ لا حبيبتي. خايفة لأقوم أعمل شي بحالي ما هيك؟ لا مو هيك، شو هالحكي هاد؟ عم أمزح معك رزان، عم أمزح. شكرا كثير رزان. لو ما كنتي معي ما بعرف شو كنت رح ساوي. بس الحمد لله هلأ صرتي أحسن. الحمد لله. الحمام ريحني كتير. فكرت بالحكي اللي قاله فراس. مشان الله بلا سيرة هالزلمة. لا لازم فكر. فكرت باللي قاله وليش قاله وشو قصده. وانت شو رأيك بتأجيل العرس؟ بتحبي أقول الصدق؟ أكيد. اللي صار مسخرة. وأنا عم أقول هيك كمان. وكل الكلام والحكي اللي قاله كله بس مشان ما يزعجني. وإلا كان حدد موعد جديد، مثلا بنص الشهر الجاي أو حتى بعد شهرين ثلاثة، لك حتى بعد سنة. يقول شي على الأقل. مظبوط. بديت فكر بالأمور بشكل صحيح ومنطقي صح؟ صحيت أخيرا. وصحيت على شي تاني كمان، انه عم يهرب منك. صح، هذا صحيح. متأكدة في شي، بس شو هو؟ لازم ضل وراه لأعرف السبب. السبب اللي خلاه ينسحب. بدك ترجع معه ولا بدك تبقى لحالك؟ معه.
اسمعي اخر الاخبار، رجعنا لنفس القصه من جديد، بكره ما راح يكون في عريس. ما معقول هالحكي، شو اللي صار؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك، بس مبين انه فرات بيك صحي واكتشف انه هذا المشروع غلط. يا سلام، بتقدري تتخيلي كيف صار شكلها؟ ايه هذا هو حال الدنيا يا بنتي. هلا فيني نام وانا مرتاحه، خليلي اياكي على الخبر يا اختي ويسلم لي هالدم. يا ستي الله يطمن بالك. ايه نورا؟ نعم. بكره الصبح تعي بكير لهون، خلينا نحكي شوي قبل ما نفطر، مو تنسي. ان شاء الله، مع السلامه. خسارة خسارة ورائك يا جارة. وهي لبسني البيجامة. برافو. وهلأ عالتخت، شو بدنا نقرأ اليوم؟ قلتك ليش ما بتراجع عن قصة العرس مع الخالة هايدا؟ هو ما تراجع حبيبتي، بس أجله شوي. شو يعني أجله؟ يعني ما رح يتزوج هلأ، بس بعد فترة ممكن يتزوج. يا الله، هل أتأجل العرس كمان وكمان؟ بكفي حبيبتي، ما بيصير هالحكي. رح يصير هيك لأني رح أطلب من بابا ورح يأجله كمان وكمان 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 وكمان. إيه بقول تفنقوا مع بعض، وإلا ما كان صار هيك شي. بس بابا مبين عليه انه ما تقاتل مع حدا بنوب. وانا هيك رأيي، لو كان معصب كان بين عليه. كان طبيعي كتير مو هيك؟ بس كان زعلان. رجعنا سوا على البيت المساء وحكينا مع بعض باشياء كتيرة، وهو كان عم يدافع عن الست عايدة خانم. طيب خلونا نرجع من الاول. بداية شو لك اخي؟ شو اللي بدك تعرفه؟ ضابط الشرطة بلش شغله هلأ. طيب خلص، ما رح فكر بشي. حبيبي عمورة ما تزعل. لا تزعل عمورة. والله أنا شايفة إنه فرات بيك تصرف صح، يعني عدم المؤاخذة، أنا لا حبيت هالبنت ولا رح حبها بنوب. من الله يا أختي، من الله. هي قصة تانية يا نورة، بتحبي ولا لا؟ حطي حالك للحظة ما كان عايدة، وبعد يوم واحد عرسك وفجأة يصير هيك، شو رأيك؟ يعني طبعا هالشي صعب كتير يا بنتي. اي نعم، ومشان هيك رح نأجل العرس ومنخبركن عن الموعد الجديد. شكرا كتير احمد بيك، يعني هالفترة نقاها بسيطة، بكفي انك عم تسأل عني وانا زعلان كمان، بس شو بدنا نعمل؟ الحمد لله على الصحة والعافية، اكيد رح نبلغكم. مع السلامة. اوف، صارت شغلتنا نبرر للعالم شو صار. اي شكرا، الحقيقة صادق بيك تحسن ووضعه منيح هلأ. في يومنا الخاص هذا شكرا كثير. يشرفنا استضافة أصدقاء عزيزين مثلكم، كان يشرفنا لو أنه حصل ذاك اليوم الخاص. ليس هناك عرس، تفضلوا. مأسوم كتب الكتاب، نسيت خبره مشان ما يجي. معك رقم تليفونه؟ نعم. ليش ما أخذتي رقمه؟ شو رح نعمل هلأ؟ أنا ما كنت عارفانة انه رح نلغي العرس، سامحيني. طيب طيب لا تزعلي، انا اسفة، رح اقول لنهاد. ايه بابا صحته تعبانة شوي، مشان هيك انه منأجل. لا مو مبين معنا لإمتى. طيب بنحكي بعدين، الله معك، مع السلامة. اوف. قالوا نعم. اي والله هذا اللي صار معنا. يلا بابا قوم، رح نتاخر. على شو نتاخر؟ شوفي عندنا مراجعة للدكتور. يلا البس حتى اطلب السيارة. اقعد مكانك لا تتحرك، ماني رايح.
ما رح اروح لمحله ماني بحاجه لمراجعته. يا بابا لا بس ولا غيره، انا كويس كتير. بابا بس اخذنا موعد. اذا بتمسك بالموعد روح خليه يفحصك انت. ابن صغير فكر حالك رح تحطي تحت الامر الواقع. روح روح. بابا انا رايحة هلا، عندي دورة بالاول بعدين على الاذاعة. طيب لا تتأخري المساء. وانا بدي اروح كمان اذا ما كان عندك مانع. على المنجر؟ نعم. بس رح ترجع بسرعة مو هيك؟ طبعا حبيبتي ما رح اتأخر. انا رح اقول لعمران مشان يوصلك. شو؟ سهام؟ استنى الي. الو انا لوند. هذا عمي. كيفه؟ الحمد لله منيح عمورة. اعطيني البابا اذا سمحت. ماشي تفضل عمي. اهلين لوند، ان شاء الله ما في شيء. لا ما في شيء مهم، بس ابوك معند وما بده يروح على مراجعة الدكتور اليوم. شو هالحكي، خده وروح فورا. اذا ما رد علي رح يرد عليك. معك حق، بس بكل الاحوال تعال لعنا. يعني اذا ما رد عليك بده يرد علي؟ انا وياك بركي منلاقي شي طريقه. تعالي بسرعه وبعدين بنحكي. يلا كلي حبيبي. طيب انا جاي، مسافه الطريق بكون عندك. لا تخبر بابا. انا رايح لعند عمكم، بدكم مني شي؟ راح احكي مع عمران ليوصلك. بدي اطلع هلا رجان، المسا بشوفك. لوين؟ على الشغل؟ لا حبيبتي ما عندي شغل، حابة اتمشى شوي. بجوز روح لعند ماما اشتقت لها. باي. ساعة البريد وصل وقال لازم يشوفك. ساعة البريد؟ ليش ما رد يسلمك البريد لك؟ قال لازم حضرتك تتوقع الاستلام بنفسك. طيب خليه يفوت. تفضل. شكرا. صباح الخير. اهلين. ليش انا لازم اوقع بنفسي؟ لانه استدعاء محكمة لمؤيد بيك، فما بصير بدون توقيع. صحيح ما بصير. على الحالة رح تخلوني سب الدكتور والمشفى كمان. بابا هذا الشيء مو مشاننا نحن، هذا الشيء مشان صحتك انت. كم مرة لازم قلكن اني منيح وصحتي كويسة؟ بعرف انه انت منيح، بس بجوز بالفحص يكون في شيء داخلي. اذا رح تضلوا تحكوا معي هيك رح يصير في مشكله جواتكم انتوا الاثنين، وبجوز ازعل منكم. هلا عرفت شو لازم نعمل. من هلا وطالع ما لازم نجيب سيره المشفى بنوم. ماشي. مرحبا سهام، أنا ياسر. أهلين، كيفك نسيتنا بالمرة؟ أنا ليش أنساكي؟ مو هيك بتحكي الناس يا فهمان. أنا ما نسيتك ولا لحظة، أنت دائما ببالي. شو بدي أقول لك؟ قصدي في عندك شي اليوم؟
نحن اليوم بالبيت، كان عنا مناسبة مهمة بس تأجلت. يعني إذا ما كان عندك شي اليوم، شو رأيك روح على السينما؟ حلو كتير، بس يوم التنين عندي فحص الرياضيات، واليوم الصبح وأنا بالأساس تريت بالرياضيات. إذا بدك تساعدك. ليش أنت منيح بالرياضيات؟ شو هالحكي؟ أنا أفضل مادة عندي هي رياضيات. منيح كتير لكن. طيب سهام، إذا بدك تعي لعنا وبندرس سوا اليوم. طيب خلال ساعة رح كون عندكم. تمام؟ تمام. يا سلام. جاي اليوم جاي. يا سلام اسمعني. ليش شو قصدك؟ اللي بعرفه الناس ما تفهم بالرياضة. أنت ما دخلك، اهتم بأمورك وبس. والله ما بنعمل معك منيحة أنت. لو ما جبت لك بطاقتك كيف قدرت تحكي معه؟ بلشنا بالعواطف المشلخة. وانت ليش ما قمت ورحت مع ايلول؟ اكيد كنت هلا عم تتمشى مع شام.